تواصل إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 32 بعد 200 رغم صدور أمر محكمة العدل الدولية بإيقاف الهجوم العسكري على رفح وفتح معبره لإدخال المساعدات الإنسانية وضمان وصول لجنة تقصي بشأن تهمة جرائم الإبادة الجماعية. وبالتزامن مع إصدار محكمة العدل الدولية قراراتها، كانت إسرائيل تمعن في ارتكاب مجازر جديدة في رفح وشمال غزة، مفلفة عشرات الشهداء والجرحى بتحد سافر للعدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني. الحرب الصهيونية في قطاع غزة تجاوزت الأعراف والقوانين الدولية كافة في مشهد يختزل مستوى وحشية وهمجية نتنياهو، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود أولمرت للتحذير من الانجرار وراء مجموعة وصفهم بالمجانين والمتوحشين الذين يريدون مزيدا من الدم والاستيطان في غزة، داعيا إلى إيقاف العملية في رفح والتوجه لإبرام صفقة تعيد الأسرى. وردا على جرائم الاحتلال في غزة وتجاهله المستمر للقانون الدولي، يواصل حلفاء المقاومة أدوارهم المساندة والرادعة للاحتلال، فجماعة الحوثي صعدت من عملياتها واستهدفت يوم أمس 3 سفن إحداها في البحر المتوسط، تؤكد بذلك ما حذر منه مسؤول عسكري أمريكي حول امتلاك الجماعة القدرة على ضرب أهداف من هذه المسافة وفق وكالة بلومبرج الأمريكية. جبهة جنوب لبنان هي الأخرى تشهد مزيدا من التصعيد الذي ينذر بانتقال الحرب لتصبح شاملة بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال. وفي هذا السياق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نحو 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية، في حين أكد حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا دبابة مركافة بصواريخ موجهة، أدى إلى وقوع طاقمها بين قتيل وجريح. معطيات معقدة وجبهات عدة فتحت على إسرائيل، رزها الجبهة القانونية. هل ستنجح محكمة العدل الدولية في إيقاف جرائم الإبادة الجماعية مع دخول الحرب الصهيونية على قطاع غزة شهر 8؟ أم أن جنون ووحشية حكومة الاحتلال وانحياز إدارة بايدن سيقضي على ما تبقى من أمل في تحقيق العدالة الدولية ويزيد من مخاطر حرب عالمية، خاصة مع تزايد حدة التوتر في تايوان وفشل المجتمع الدولي في إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية؟